هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم خلود، والنهارده انا هتكلم على مسرحيه من اهم مسرحيات الادب العالمي، لان هي بتاعت برنارد شو. يا جماعه، برنارد شو من اشهر الكتاب المسرحيين والنقاد، ويعني راجل مشهور جدا. هو ايرش اساسا، يعني من ايرلاند، فاوروبي يعني. في القرن ال19 اتكتبت المسرحيه، ودايما خلي بالكو ان انا هحتاج في الفيديو الجاي، عشان هنتكلم عن التحليل والنقد في الفيديو الجاي، والفيديو ده هيكون هو الملخص بتاع المسرحية. دايما يا جماعة، عنوان المسرحية والعصر اللي اتكتبت فيه بيديني كده ايه هنت، ايه هي الثيمز الاساسية. اوكي، طبعا هنجيب حاجة نشربها. وعرفتوا من العنوان ان انا بتكلم على، هنتكلم النهاردة على مسرحية Arms and the Man، السلاح والانسان، طبعا لجورج برنارد شو، زي ما قلت لكم القرن ال19. هنعمل الملخص بتاعنا، السامري، اوكي، في الفيديو ده، والفيديو جاي ان شاء الله هيكون هو التحليل والنقد والشرح. فيديو الانستجرام هتلاقوا عليه السيمبلز والموتيفز، واللي هي الرموز يعني والموتيفز، وفيديو الفيسبوك هيبقى عليه الكاركترز، الشخصيات، او كلام اكتر على الشخصيات. طيب تعالوا بينا نبدا الحدوته بتاعتنا. هي سمبل يا جماعه، ما فيهاش حوارات كتير، يعني تحسوا ان هي من المسرحيات اللي ما فيهاش احداث اوفر، فمن المسرحيات اللي مش صعبه يعني. عنوانها Arms and the Man، يعني انا بتكلم على انسان وسلاح، يعني بتكلم على حرب. فدايما هتلاقوا ان ثيم الحرب هتبقى موجوده معانا. اوكي، المسرحية في القرن ال19، يبقى أنا بتكلم على برضو حتة الكلاس أو السوشيال كلاس، المستوى الاجتماعي، مهمة جدا. طيب تعالوا ايه نبدأ الحدوثة بتاعتنا. بس قبل ما نبدأ، ما تنسوش بقى لايك وكومنت وشير وسبسكرايب، وفعل الجرس، تابعوني على الانستجرام والفيسبوك. هسيب لكم كل المواقع الخاصة بالسوشيال ميديا بتاعتي تحت في الديسكريبشن بوكس، كمان المواقع اللي فيها الكلام اللي أنا بقوله ده باللغة الإنجليزية هتلاقوه تحت في برضو في صندوق الوصف تحت الفيديو في الديسكريبشن بوكس. طيب يلا بينا نتكلم على مسرحيتنا. مسرحيتنا يا جماعه هي تتكون من 3 اكتس مبدئيا، يعني 3 فصول. بصوا على الفيديو اللي فات، كانت الاضاءه بهتانه شويه، انا مش عارفه بقى اللايت عامل ازاي، بس يعني whatever، لان انا بقى لي فتره ما صورتش عشان الحر. يا جماعه بصوا، انا في الحر بهنج، يعني تحسوا ان حد ايه فصل عني الكهرباء، فبحس ان انا مش مجمعه، فمعلش سامحوني بقى. اوكي، مبدئيا تعالوا نتكلم على مين هم الشخصيات. انا عندي مسرحيتنا بادئه في الحرب، في حرب، اوكي، حرب ما بين صربيا، اوكي، وبلغاريا. اوكي، طيب الحرب دي مش الحرب العالميه، خلي بالكم، انا قبل الحرب العالميه، انا في 1800 وحاجه، يعني قبل الحرب العالميه حاجه بسيطه، يعني نقدر نقول كان تمهيد للحرب العالميه، بس لسه مش الحرب العالمية. عندي البطلة بتاعتنا اسمها رينا. اوكي، طبعا بص على اللابتوب عشان انسى الاسماء، اللي عارفني من فترة عارف الكلام ده. رينا دي باباها يعني قائد في الجيش، المفروض اللي هو جيش بلغاريا. اوكي، اوكي طيب خلينا نقول، ومامتها اسمها كاثرين. اوكي، طيب دول عيلة عايشين في بيت، عندهم خادمة اسمها لوكا، ولوكا دي مخطوبة لخادم برضو معاهم في البيت اسمه نيكولا. دول كده الشخصيات الأساسية. عندي شخصيتين فاضلين، أوكي، عشان هي ما فيهاش شخصيات كتير. رينا كانت مخطوبة، أوكي، لواحد اسمه سيرجس. أوكي، ده خطيب رينا، وبرضو هو من برضو ايه قائد في الجيش اللي هو بتاعهم. دايما رينا شايفاه ان هو هيرو، بطل، فخلي بالنا من الحته دي. في واحد شخصيه تانية هتكلم عليها، وده مهم محوري جدا، بس هتكلم عليها لما اوصلها في الاحداث. فانا بس قلت اعرفكم الدنيا ماشيه ازاي، عشان مش عايزه احرق الشخصيه دي، لانها هتدخل مفاجاه كده. طيب anyway، مسرحيتنا بادئه في اكت 1 بان رينا بتتكلم مع مامتها كاثرين، ومامتها بتقول لها، كان في الوقت ده باباها وخطيبها في الحرب،
وبقى لهم فتره في الحرب. فجت مامتها بتقول لها على فكره ده انا عندي خبر حلو قوي ليكي، ان احنا الكتيبه يعني اللي بيقودها خطيبك قدر ان هو يكسب معركه من المعارك اللي في الحرب يعني، وحقق انتصار قوي ومش عارف ايه، ف يعني فخوره بقى بيه. فطبعا رينا زي ما قلنا هي شايفه ان خطيبها ده بطل وهيرو، فطبعا كانت مبسوطه جدا بالموضوع. والمفروض انه الاخبار دي جات لهم يعني في المكان اللي هم فيه. دخلت بعد كده، طبعا يا جماعه انا بقول الملخص بتاع المسرحيه ان جنرال، انا مش بقول التفاصيل، خلاص التفاصيل قوي هتلاقوها في الموقع اللي انا هسيبها لكم تحت، التفاصيل كل اكت لوحده، بس انا بقول تفهم بس هي بتتكلم عن ايه ان جنرال. اوكي، فما حدش يجي يسالني في ديتيلز او يقول لي انت سبتي الديتيل دي ما قلتيهاش او كده، انا بقول ملخص بصفه عامه الاحداث الاساسيه. طيب بعد شويه دخلت الخادمه لوكا وقالت لهم اقفلوا الشبابيك كويس والابواب بتاعه البيت، لان جالنا خبر ان في جندي من الجيش الثاني السربي هرب من الارض المعركه وعايز يدخل يستخبى في اي بيت من بيوت ايه الناس البلغاريان، فاقفلوا بقى الشبابيك وكده. رينا ما فرقش معاها، ما خافتش، قالت لا انا مش فارق، اكيد مش هيحصل حاجه، وسابت شباك اوضتها فعلا مفتوح. وبعدين دخلت تنام، اتفاجئت في نص الليل بان في فعلا راجل دخل عندها من الشباك المفتوح، دخل على اوضتها اوضه نومها وهددها. طلع الراجل ده هو الجندي اللي هما بيقولوا عليه، هو جندي سويسري تبع الجيش السربي، واللي هو كان هربان اللي بيدوروا عليه. دخل عندها الاوضه بتاعتها وهددها بالمسدس يعني، وقال لها ان انا هموتك لو عملتي صوت وانا لازم تخبيني واستخبى عندك وبتاع. فهي خافت في الاول وقالت له طيب اوكي وماشي وقعدته. بعد شويه اتفاجئت بان هو، طب انا عرفت هو مين يعني. بعد شويه اتفاجئت لما لقت ان هو جعان وتعبان جدا ومرهق. وبعد كده عرفت كمان يعني، ماشي هي الاول قررت انها تساعده، صعب عليها قالت هتساعده. فلما سمعت مامتها والخدم اللي في البيت جايين يدوروا على الجندي ده يعني في البيت، فراحت مخبياه عشان ما يشوفوهوش. فعلا دخلوا ما شافوهوش وخلاص، فهي ساعدته. بعد شويه لقيته جعان وكده، فاديته اكل واديته اهم حاجه شوكليت كريم، وده رمز اوكي يعني يعني كريمه شوكولاته يعني او حاجه كده. المهم قعد ياكلها، واتفاجئت كمان ان هو بدل ما هو شايل في جيبه ذخيره للسلاح، هو شايل كاندي يعني بونبوني وحاجات كده. لما سالته قال لها حاجتين، اولا قال لها ان انا فرحان ان انا هربت من ارض المعركه وانا لسه على قيد الحياه، انا مش فارق معايا المعركه ومش حاسس ان الحرب دي حاجه كويسه، انا يعني مضطر ان انا اروح الحرب، ولكن في النهايه انا مش مبسوط، وانا مبسوط ان انا اصلا طلعت عايش يعني على قيد الحياه من المعركه دي. فاتفاجئت ان هو مش بيمجد الحرب وشايفه حاجه واو يعني زي خطيبها وباباها، فدي من ناحيه. اتفاجئت كمان ان هو قال لها على فكرة انا مش معايا دلوقتي ذخيرة، جيبه بدل ما هو حاطط فيه ذخيرة، زي ما قلنا مش حاطط ذخيرة وحاطط كاندي، فهو معهوش سلاح بجد يعني، او سلاحه فاضي نقدر نقول فيهوش ذخيرة. فقال لها ان خطيبك اللي هو كسب المعركة ده اللي هو سيرجس، يس سيرجس، ده ما كسبش عشان هو شجاع ولا عشان هو قوي ولا اي حاجه من الكلام ده، لا خالص، هو كسب علشان يعني هو ده جاي حاربنا، واحنا الكتيبه بتاعتنا ما كانش معاها ذخيره، كنا معانا ذخيره غلط، او الذخيره هو زي ما هم قالوا رونج امينيشن يعني ذخيره خاطئه، او مش هي الذخيره المناسبه للاسلحه فما كان اولموست معهمش سلاح يعني، فعشان كده التانيين دول كسبوا المعركه، فما كسبوهاش عشان هو قائد شاطر ولا عمل خطه، قال لها بالعكس هو اصلا ما بيعملش خطط ولا حاجه، هو بيدخل كده وخلاص، وما هوش شجاع ولا حاجه، الفكره كلها ان احنا ما كانش معانا سلاح، ما عندناش ذخيره للاسلحه اللي معانا، فاحنا ما عرفناش ندافع عن نفسنا. بس فضلت برضو شايفه خطيبها ده بطل وكلام من ده. اوكي،
بعد كده صعب عليها، فقالت خلاص هي تروح تقول لمامتها كده ايه في السر ان هو الجندي ده عندها في الاوضه، ويحاولوا يساعدوه يعني بطريقه ما ان هم يهربوه. فلما مامتها دخلت الاوضه معاها لقوا ان الجندي ده نايم، ومن كتر التعب نام، ففعلا خبوه. وبعد كده تاني يوم هربوه من البيت وكده، ولبسوه الكوت بتاع بابا رينا، اوكي، اسمه ميجر باتكوف، فادوله الكوت او اللي هو البلطو يعني بتاعه، ادهوله فلبسه وعشان يستخف يعني نقدر نقول. ففعلا قدر ان هو يهرب ومعاه الكوت، وخلي بالكم الكوت ده برضو رمز من الرموز وهيأثر كمان معايا قدام في الاحداث. وخلاص ومشي. بعد فتره اجس بعد اسبوعين ثلاثه، بعد شهر، انا مش او شهرين، مش فاكره المده يعني، شوفوها بقى في التفاصيل تحت في الموقع اللي تحت. بس بعد شويه يعني رجع بقى سيرجس ورجع بابا رينا، رجعوا بقى من الحرب وهم بقى مبسوطين، وبتقابلوا بقى طبعا قابلوهم بالترحاب وبان هم بقى منتصرين. لما رجعوا من الحرب واستقبلوهم وكده، قعدوا يحكوا لهم على ان كان في عسكري يعني زي جندي من الجنود بتوع الجيش التاني قدر يهرب من ارض المعركه، ويقال ان في اتنين ستات من بلغاريا قدروا هم اللي يعني خبوه وهربوه. فطبعا هم ما يعرفوش ان الاثنين ستات دول يبقوا كاثرين وبنتها رينا. وكاثرين ورينا فهموا ان هم المقصودين بالحدوته دي، بس سكتوا طبعا، ما اتكلموش، ما قالوش اي حاجه. بعد كده فضلوا بقى قاعدين ويعني وبيتكلموا كده. شفنا بقى لوكا راحت بتتكلم مع نيكولا اللي هو المفروض ان هو اللي خاطبها، وهو برضو من ضمن الخدم. خلي بالكم ان لوكا كانت عايزة عندها طموح كده انها تترقى في السلم الاجتماعي، كلام ده اتكلمنا عليه كتير جدا وهتكلم تاني عنه في الفيديو الجاي، اللي هو الطبقات الاجتماعية في اوروبا في الوقت ده في القرن 19. بس كانوا بيؤمنوا ان الست عشان تترقى في الطبقة الاجتماعية يعني اسهل طريقه واكتر طريقه منتشره ومضمونه ان هي تتجوز راجل من طبقه اعلى منها فيشدها للطبقه الاعلى، اوكي. كانوا بيحترموا جدا موضوع الطبقيه في اوروبا في الوقت ده. anyway لوكا بتتكلم مع نيكولا، قالت له ماشي احنا مخطوبين، بس بصراحه انت ما اولا انا عندي يعني اسرار كتير تخص عيله باتكوف، والاسرار دي ممكن ابتزهم بيها عشان اخد فلوس عشان ايا كان. فنيكولا قال لها، بس انا بنطقها غالبا فرنش اوكي. anyway نيكولا قال لها لا انا برضو اعرف اسرار كتير، بس انا اخلاقي ما تسمحليش ان انا ابتز الناس اللي انا شغاله عندهم وباكل عيش عندهم، فانا مش هعمل كده. فراحت قالت له بس انت كده يعني هتفضل طول عمرك خادم وطول عمرك في نفس المستوى، انت ما عندكش طموح ان انت تترقى في المستوى الاجتماعي، بس انا نفسي اترقى وانا حاسه ان احنا مش متناسبين يعني. وخلاص نرجع تاني على العيله اللي هو كاثرين ورينا وسيرجس وميجر باتكوف. سيرجس وباتكوف راحوا في اوضه تانية بيعملوا حاجه يعني، فكاثرين هي اللي فضلت هي ورينا مع بعض. لقوا مين داخل بقى عليهم؟ الواحد اسمه بلانشلي. طيب طبعا الاسماء دي مش انجلش عشان ما تستغربوش. اسمه بلانشلي. اكتشفوا ان بلانشلي ده هو الضابط او الجندي اللي هم خبوه من الجيش الاعداء. كانت رينا جوه يعني بتعمل حاجه، وبعدين خرجت لقت بلانشلي مع مامتها بره، فهي من فرحتها، خلي بالكوا بقى، من كتر ما فرحت انها شافته فراحت مزعقه بصوت عالي وقالت شوكليت كريم سولجر، يعني جندي الشوكليت كريم. وبعد كده مسكت بقها عشان اللي هو ان هي زعقت وقالت الكلام بصوت عالي، وهي مش عايزه باباها يعرف وخطيبها يعرف ان هم خبوه الحوار ده. فراحت اتكلمت معاه هي ومامتها. المهم ان هم خافوا جدا هي ومامتها ان هو يعني ان هو يقول او ان باباها وخطيبها يعرفوا ان هو ده الجندي اللي هم خبوه، ان هم الستات اللي خبت الجندي.
طلع جاي ليه بقى الجندي ده؟ جاي عشان يرجع الكوت اللي هو البلطو اللي هو خده منهم بتاع بابا رينا. فقال لهم انا جاي ارجع الكوت. وهو واقف والحوار ده شغال، خلي بالكم انا في مسرحيه، يعني هتلاقوا الشخصيات طالعه داخله من المسرح، اوكي؟ فدول قدامي كده. دخل بقى سيرجس وميجر باتكوف اللي هو بابا رينا، راحوا داخلين على المسرح وشافوه وعرفوه، اوكي؟ اتعرفوا عليه وقالوا له احنا اوريدي قابلناك في المعركه، ف اتس اوكي يعني ان انت ايه تقعد معاه، يعني اقعد معانا شويه بقى، مع ريجاردلس بقى ان هم اتصاحبوا على بعض وهم من جيوش مختلفه، عشان ده ثيم هنتكلم عليه في الفيديو الجاي. المهم ايه، قالوا له اقعد معانا شويه بقى وتعشى وكده. قبل الحته دي بشويه لما كان سيرجس جوه، شفنا لقطه انه سيرجس قاعد مع الخادمه لوكا وان هو بيغازلها، وفهمنا ضمنا ان في حاجه بين الاتنين، اوكي؟ فلوكا قالت له الكلام ده قبل ما الجندي ده يجي. فلوكا قالت له على فكره خطيبتك رينا دي مش بتحبك ومش مخلصه ليك. فطبعا هو اتصدم سيرجس. بعدين بقى حصل حوار ان هو الجندي ده جا والكلام ده. سيرجس لما رجع قالوا ان هو هيسيب وظيفته في الجيش، لانه هم شافوا انه ما بيتبعش اي خطط ولا اي حاجه وماشي كده. هو قال انا كمان شايف ان الحرب مش بتحقق اللي انا عايزه، فكان اوكي مع ان هو يسيب الجيش يعني. قالوا له اقعد معانا شويه، فقعد. وهم قاعدين بقى، احنا كده داخلين على الاخر، كل بقى حاجه اولموست اتحلت. ليه؟ اولا الجندي اللي هو، بص انا مش قادره احفظ اسمه عشان هو اسمه سويسري، اوكي؟ بلانشلي، اوكي؟ بلانشلي اعترف ان هو بيحب رينا، وكمان رينا اكتشفت ان هي كمان بتحبه، واعترفت ان هي بتحبه من اول مره دخل البيت وشافته وساعدته، هي حبته. رينا لما عرفت ان بلانشلي بيحبها او قال ان هو بيحبها، هي كمان الناس كلها عرفت ان هي بتحبه منين، لانه طلع من جيب الكوت صوره بتاعه رينا. الصوره دي رينا هي اللي حطتها في جيب الكوت وهي بتديه لبلانشلي، نوع من هي بتعترف انها بتحبه، ومحدش عرف انها بتحبه غير لما طلع الصوره طلعت من جيب الكوت. ساعتها الكل عرف ان هي كده تعتبر بتقول ان انا بحبك، عشان كده سبت لك صورتي في الكوت، اوكي؟ عشان كده ما شافته بان عليها السعاده قوي، ماشي؟ فدي حته. وعرفنا ان بلانشلي بابا لسه متوفي قريب، وبابا ده كان غني جدا وعنده اوتيلات كتير جدا، فهو الوريث الوحيد، وهو ورث كل الاملاك بتاعت بابا. فكاثرين وجوزها ميجر باتكوف لقوا انه حلو، يعني ان بنتهم ايه، هو يعني كانوا، طيب خليني ارجع حته، هو كان فاكر ان رينا عندها 17 سنه، فكان مكسوف يطلب ايديها للجواز. عرف من عرف بقى كده بالصدفه ان هي، لا هي عندها 22 او 23 سنه حاجه كده، فقال اوكي، فطلبها فعلا للجواز. وباباها ومامتها وافقوا، لانه لقوا ان هو راجل غني ومن طبقه ارستقراطيه، فدي حاجه كويسه ان هو لسه وارث من باباه ميراث كبير، فوافقوا على الجوازه، خصوصا ان هي حبته وهو كمان بيحبها. فده لاين. اللاين الثاني، لقينا انه سيرجس اعترف ان هو بيحب لوكا، او على علاقه سريه يعني بالخادمه لوكا، وفي بينهم قصه حب وعلاقه سريه، وان هو يعني عايز برضو يتجوزها يعني. وطبعا لوكا وافقت، لانه هي اوريدي عايزه تترقى في الطبقات الاجتماعيه، فهي من مصلحه بالنسبه لها انها تتجوز واحد من طبقه عاليه. فدي لاين. بس هي كانت مخطوبه، فنيكولا لما عرف او شاف اللي بيحصل ده، قال لها بصي خلاص، ما دام احنا كده كده انت مش، يعني انا مش مناسب بالنسبه لك وانت بتحبي بقى سيرجس، فخلاص انا بفسخ الخطوبه اللي ما بيننا عشان تقدري تروحي تتجوزي سيرجس واتس اوكي. وفعلا فسخ الخطوبه مع لوكا، ولوكا راحت لسيرجس. و الجندي بتاعنا بلانشلي، احنا قلنا ان بابا كان عنده اوتيلات كتير وهو ورث الكلام ده،
فطلب من نيكولا لما لقى بقى ان هو مخلص وخدم كويس وكده، طلب منه ان هو يجي يشتغل معاه في الاوتيلات ويمسك له الاوتيلات، ويعني ياخد مركز كويس ويشتغل معاه في الاوتيلات بتاعت بابا. وفعلا هو قبل والدنيا تمام. اوكي، فانا كده عندي النهايه، سوري، كده عندي النهايه ان سيرجس ولوكا عرفنا ان هم على علاقه ببعض وهيتجوزوا. نيكولا هيروح يشتغل مع بلانشلي في الاوتيلز بتاعت بابا، ورينا وبلانشلي برضو عرفنا انهم بيحبوا بعض وهيتجوزوا. وخلصت على كده الحدوته بتاعتنا، ما فيهاش احداث اوموست، يعني هم خبوه وبعد كده الدنيا مشيت بيس واتصالحوا والدنيا تمام. يتهيأ لنا ان هي قصه هبله ما فيهاش احداث، بس طبعا يا جماعه كان على برنارد شو، فاكيد برنارد شو مش هيكتب قصه هبله. ليه بقى؟ لان انتوا لحد ما تشوفوا الفيديو الجاي، اولا غالبا هتلاقوا نزل على الانستجرام احتمال يا النهارده يا بكره السيمبلز، الفيديو بتاع السيمبلز والموتيفز. ولكن لو حد متابعني بقاله فتره وشاف احنا بنحلل الاعمال ازاي، هتقدروا تستشفوا من الحدوته دي ان اهم ثيمز عندي الحرب ومفهوم الحرب، ويعني في حرب دايره، وبعدين هم في الاخر عادي الصلح وما فرقش معاهم ان هم من جيش مختلف والدنيا عادي، ففي تحسوا في حاجه كده غريبه في هنا سبوت لايت على فكره الحرب. اوكي، فهنشوف برنارد شو بيتكلم على ايه. طبعا في سبوت لايت جامد على الكلاس ديفرنس او اللي هو المستوى الاجتماعي والطبقات الاجتماعيه، وكمان عندي قصه حب، يعني واضح ان في حب في الموضوع، فحاجه ليها علاقه بقصه الحب. يمكن تكون دي اهم الثيمز اللي عندي. الفيديو الجاي ان شاء الله هنشرح الثيمز دي بالتفصيل، وهنشوف الثيمز دي بتتكلم عن ايه وبرنارد شو عايز يقول ايه. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش بقى لايك وكومنت وشير وسبسكرايب، فعلوا الجرس، تابعوني على الانستجرام والفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. باي باي. وكلام من ده.